اليوم طبعا عندنا اللقاء كما هي العادة دائما كيجمع ما بين المكتب الوطني وكتاب الجهات والمنسقين وكتاب الأقاليم. الهدف منه اليوم هو أولا أساسا هو المستجدات اللي في الحوار الاجتماعي في انتظار أن يكون هناك حوار قطاعي، أيضا المستجدات الصحية على مستوى الساحة اللي واقعة الآن، واللي كاين مجموعة من الأمور اللي احنا خصنا نناقشوها فيما بيننا عاد نحيلوها على الوزارة الوصية. أيضا كذلك عندنا الجانب التنظيمي استعدادا للمؤتمر العام الاتحاد العام للشغالين، واستعدادا كذلك للمؤتمر الوطني للجامعة الوطنية للصحة. فيه مجموعة من المداخلات كيف شفتوا، كانت الإخوان حاضرين، الإخوان في مجلس المستشارين والإخوان في مجلس النواب، وأيضا كذلك المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين، بالإضافة كيف قلت لك القيادات المحلية والوطنية للجامعة الوطنية للصحة. اليوم حضرته من أجل تمثيل الاتحاد العام للشغل المغرب بتكليف من الأخ الكاتب العام نعمة ميارة، من أجل بسط كل مخرجات الحوار المركزي لا سيما بعد الجولة الثانية جولة شوتنبير، من أجل إعطاء مخرجات هذه الجولة المتضمنة لمؤسسات الحوار الاجتماعي، وأيضا الأجراء المالية الالتزامات التي وقعت عليها المركزية النقابية 30 أبريل الأخير. وبالتالي اليوم كان فرصة من أجل مناقشة كل المضامين الاتفاق، وايضا بسط كل المخرجات، وايضا توضيح النقاط التي بقيت متضمنه الاتفاق ولم يتم اجراءها بعد. ايضا تم التطرق الى المراسم التي تم تفعيلها والتي كانت موضوع نشر بيوم 12 شوتنبير، والتي تضمنت كل النقاط الاتفاقيه التي وقعت في 30 ابريل 2022، والمتضمنه اساسا تحسين الدخل والزياده في الاجور، وايضا المراسم لتحسين المسارات المهنيه والاعمال مؤسسه الاعمال الاجتماعيه، وايضا ما تعلق بمؤسسات الحوار الاجتماعي من خلال المرصد الوطني وايضا معهد التكوين. كل ذلك افضى الى خلاصات مهمه ستكون موضوع توصيات لهذا اليوم الدراسي. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.